عماني. ركيبي هلا ابو وليد. مدريتر حقنا ممتاز. عساك بخير ابو وليد. والله هو كان مريض الفتره الماضيه هذه ولا كان المفروض يجي معنا؟ المفروض كان يسوي كومنتري معي. يا كرونو وين نقنوق؟ صح خل نسوي عين نقنوق ان الشات نقنوق. خلينا نسوي حساب رياض سماشرز. واحد من هذه الكاوتات الغريبه إلكتريكال فاسر حربي. I think apricot to drop fruit. I don't know. They're gonna start. لا button check. I think. I don't know. No? Is it? No, it's not button check. Okay. Up there, up there. Nice. شوف. Claudio يلعب سناك دايم. But this. أحس إنه لو تتب معي على هذا الشيء. مجيد ميجامان مختلف تماماً عن سناك ميجامان. مرة مختلف مرة بس مجيد شو اسمه اكثر شوي patient من سناك. يعني patience حقه مرة عالي والpalette control حقه in my opinion is better than سناك. I think so maybe. حط تويت عشان اسوي تويت. However تويت انا بدينا الستريم حقه. However سناك is more about the hard read the يعني the ledge setups. yes. مجيد مو بكويس فيها. حس يعني مستعد انه يقعد اون ستيج الى الابد ولا ما ولا يطلع يسوي ايدج جارد او سيت اب على الليدج يعني خصوصا في الليدج ما يسوي سيت اب على الليدج. يبغى يلعب يسوي هارد ريد. اوه جت الباكر بس انها ما تذبح بس انه روب الريكفري حقه از نوت ذا بيست. ياب بس عنده سماش بول بلاتفورم اتوقع الماتش ممكن يطول لانه كلهم يبغون يسوون كنترول الستيج وكلهم عندهم بروجكتات كويسه. بس الفرق انه روب هاز كل ثروز عنده كل يعني ثرو كومبوز مو بزي ميجا مان. كل كونفيرم دان ثرو فير لكن ميجا مان هاز رو كل باور مقارنة ب روب. النير هذه تنرفز حقت روب ما فيها لاندنج لاب ولا فيها اي لاب. شوف اذا ما تعرف تسوي بيرفكت. اوه جميل السيت اب حلوه. الجاير طبعا يدفك على الجهه اللي رايح لها روب لما يرميها عليك. وفعلياً كان مواجه جهة اليمين ورماها تحت راح جهة اليمين طقلاني بس انه باكر يضربه بس ماني ملاحظ انه مجيد ما يعرف يسوي ادجر لروب. بس حطينا الابطال دبحوا بس انه دبحوا. ياب اوكي قاعد اسولف معلش. البالت ضرب الجايروز. That was actually smart. اظن البالت الجايرو اسف تبدي يعني تبلع كثير بروجكتات في اللعبه هذه. هو it's a double edged sword. تاكل projectiles بس لما ترميها انت تبي تضرب اللي ضدك ما تضرب. هذه مشكلة. يا اوكي اوكي نفس ممكن يموت استهبال. والله الباكرز هذه الجو بس عن الجمهور ترى هذه الروزرز 8 اللي يخسر اوكي 9 7 اللي يخسر يطلع. يا 7 يا اللي يعني اللي يخسر يطلع بيسكلي. باكر مرة كويسة احس بالدروب لانه هو بيج بادي اصلا. اوه نايس اللي صار وشو ليدج دينايل ضربه بمتر بليد. يس سوى ابي طاد على طول يحسب انه بيمسك الليدج بس انه ما مسك الليدج فجاه الداونر. اللي صار هو انه ماترانس فاز. هذا صار انت غلطان. طيب انا اسف. يس ماترانس ذا هايب مان. ابو وليد احس انه من جن لانه هيز فان اوف ميجا مان. He's a fan of Mega Man. لا لا تري إيش التريننج اللي سواه مجيد. أنا فان أبو وليد صار. تري إيش سوى مجيد تريننج عشان يلعب في البطولة هذه. يوم الخميس آخر الليل نزل ديمو ميجا مان 11. أوكي. لعب من ساعة واحدة إلى 8 صباح. فالحين حافظ ميجا مان. That's hardcore. اوكي راح اقول من الفانستيشن. يا تحس انه مجيد قد لعب الماتش اب من اول مع انه يعني ما في الا جيرتكس يلعب. ما انت عندك ما يسال عنه. واذا لعبنا انا وياه مثلا راب ولا شيء ما يلعب ميجا مان راب. فا يعني ام فيري امبرست. لكن برادو ما اخذ راحته عموما يعني في الاخير. اوه والله يا كان بتضرب يعني في الاخير اذا لعبت كنت سوري عشان اسكمل سوى جايرو داون اير بس داون اير ما جت. طبعا اقول لك ان if you play good neutral اتوقع ان يعني
تقدر تلعب اي ضد اي كاركتر. انت عندك جود فاندمنتس في اللعبه، تقدر تلعب اي اي ماتش. تحط الكاونت ايوه ايوه ايوه. بالنسبه للباد كنترول احس انه مجيد از ذا بيست ماجا مان ذات. جايرو كنترول برادو احسن واحد هي. يعني يعرف متى يرمي هذا، ما يحس ما تحس انه ديسبرت انه يرمي الجايرو. اي ماس بروتو جايين المباراه اللي بعدها. والله هذا جود ماتش، بس خلينا على الماتش هذا. Hey, let's take what matters, which is Majid and Prado playing. Prado fights Aitoki. Yeah. Which was interesting. Prado, طلع Aitoki, Prado and سلام. سلام. قال إنه بيخوخر الشيلد. What a heartbeat. Majid fights عليه. Oh yes, yeah. Prado fights. يفوز على الهيبة. Yes. Prado fights على الزوز بعد صح. وانا اقوى منك بس هذا مو انترستنج لانك انت نوب. خذا انا افوز عليك خلاص. What's also interesting ان اخذ موسى الجيم 5 مين مجيد. يا صح انا هذيك كانت انترستنج مره بالنسبه لي، يعني توقعت انه بيفوز. جيت كانت 2-1 بعدين فجاه لقيتها صارت 3-2. اوكي هذا على سعودي اي غرض ممكن يموت سوبر ايرلي. اوكي سوى باك اير، عرف انه كان بيجي والله سوى باك اير على طول. ويتش از اسوء شيء في الدنيا يكون ظهر ميجا مان لك باك اير وانت ما عندك جمبس. يس فريم 4 ملتي هيتس تنقص كثير. واذا تحاول تخوف يقول لك عادي عندك بروجكتال ابر. يعني عادي. اتس لايك ذا ورست بوزيشن تكون ظهر في الوضع سهل. اوه 50-50 1-1 هلا برادو مسوي زين صراحه. صراحه ما شاء الله ما قصروا ما قصر ويانا. غريبة جيمات سريعة مع انها جيمات. شوف رو بالنسبة للكل باور يعني انها جيمز خلص بصعب. رواب عنده داون ثرابة يعني يقدر يسويها اي وقت. وميجا مان عنده باكر والكبري حق رواب مو بزين. طب كويستن ايش تحس احسن كونتر بيك ممكن يروح لمجيد الان؟ از ستيج؟ انت فزت فيها صح؟ ما جو توه قال لك كاونتر بيك اللي اقدر اقول لك وين ما يروح مجيد. وين ما يروح؟ تاون سيتي. ليه؟ عشان داون ثرابير؟ داون ثرابير والليج ستراب كويس كل شيء. اي كان سي ذات بس ما في مرحله ممكن يصير منها مجيد اكثر من ممكن التراي بلاس لها احسن مثلا؟ Try Blast is pretty good. لأنه يسوي up air camping إذا بضاء بطاقة. Yeah, I think so. سمعون هو راح خلنا نأخذ رينوتش على الستيج راح سماشفيل ستاربيل. هل تتوقع عاد في أول تلقى ستاربيل؟ على حسب اللي بيصير. أنا ناوي أوكي ترى شر. يا يخرب كل الروز الله يستر. يخلي الروز زي تكن روتيشن ها؟ يا ستكون. أول شيء 6 minutes. تلعب ضد بايونتا تطلع لك تطلع لها شو اسمه ليك تاون سيتي مرتين اربعه بس والله السلام على مجيد. اوكي المهم شافنا اوه حلو البشر حتى لما رزع الستيج لسه او ماي جاد مجيد هذه غلطه. اوكي اني واي ليتس جو تاز سلام كورسا برجع امسكها حلوه. اوكي قاعد يركض عليه. لو تشوف قبل شوي عاد احنا ننظر في البروجيكتر ضد جوجيتا ضد سناك كل المكان يشجع جوجيتا الا فراد يشجع سناك مسكين الحالة فاشد كل الناس الحين هل توقع ان سناك قاعد يشجعه؟ سناك قاعد لا انا اقول لك سناك يسوي قاعد يلعب منه لا قاعد يلعب مونستر هانتر. ياس اوكي احس انه مجيد as weird as that sound عنده مشكلة انه يخش. اوكي كان دفع اللابتوب قبل شوي بس اوكي سلام حلو التلت قاعد يزيد الراكنج اب دمج برادو ممتاز سلام حلو دريب بس ما سوى لها كونفيرم. يا بس هل يموت الان؟ اوكي عاش واو
شو يصير؟ باكرز عزم الله مره مخيف لان الحين ممكن اذا اوه مجيد 50-50 بس انه ما يموت ياس حلو دي اي تفضل تسوى لازم تقلب الدي اي لازم تقلب الدي اي اذا كان هو جهته يمين تروح يسار اذا كان جهته يسار تروح يمين ميني جيم جوا جيم ميني جيم اس دي اي وما تدري ار ان جي اوكي والله اي مو راضي يموت اوكي سلام جد عليك كل شيء يقول اوه راح الجايرو خلني ارمي عليك مره ثانيه بس عايش يا ثقله سلام او ماي جاد صراحه حلوه مفراد للامانه يا اتس لايك روزا ابل لما تسوي روزين ابل عليك من تحت نفس الشيء صبر على البلاتفورم استنى البلاتفورم سمارت سمارت 2-1 والله صراحه سمارت Smart move. Now what's Majid gonna do? Is he gonna change characters? And he has a lot of characters. يلعب كلنا زي لعب راندوم أصلاً. He is main random. يلعب فالكون. أو يلعب ديدي. ديدي. أو يلعب دونكي كونغ. رول ماستر 1000. أو دكتور ماريو. دكتور ماريو. لا أقول لك روح ديدي. I told you. Oh my god. روح ديدي ماريو. Oh my god, I don't know what he's going to do. Is this happening? I don't even. No culture. No, why not? Wait. The word assume is a very sensitive word. Yes. Yes. طيب الحين مسألة توقع مين بيلعب مجيد. Donkey Kong. Donkey Kong. ضد الزونر؟ ما حسنا شيء غريب؟ It's a nightmare. Don't come against Rob or Mega Man. It's not fun. لا against Rob I think it's okay. بس إنه ما أدري اختيار غريب يعني. You will hit that gyro like it's your. بس أظن عشانهم قالوا اختار Battlefield. ولا يختار. مجيد ما يتعامل ماتوس. يتعامل مع his heart. Yes. He played from the heart. Yes, yes. Just yes. like the rock. بس مجيد sucks. راح تانس شيء. الستيج اللي قلت له. لا بس هو الحين دوكي كونغ غير. يا. أوه ترب أول ما بدينا ترب السلام. الحظ حق مجيد. إيه عشان he plays from the heart كذا يجيه الحظ. ها ترب ثاني. Okay. That was really good. أوه ترب ثاني. What's happening? The heart, heart of the cards. Yu-Gi-Oh! Zeto Kaiba. والله من جد ينفذ. Blue eyes, white dragon. من جد نشوف أبيض بعد. Perfect shield. Who cares? ما سوى الكبر لاندن. اوكي. يا اخي كم؟ كم؟ كم اون! اوه. سوى هذه بالغلط، اسمع من هنا يقول بالغلط. اوكي. اوه هل يموت؟ لا. عايش ثقيل. دب. مسك الجايرو، يا ويلك كبير مفيد. يقول فاج يو. اوكي خذ لك اب ثرو داون ثرو اير باي اللي مجيد او ماي جاد اسمع سمعتها شلون قعدتني هولد اب اللي شلون دقيقه او سو بيرفكت شيلد اعتقد مسكت خلص الجيم او تخلص الستوك اقصد اب تلت از ريلي جود اجينست نير او ماي جاد اب تلت سلام سوى ريد لحقه دونكي كونغ دونكي كونغ يلحق واحد فوق دونكي كونغ كل ما صارت طاقته اكثر كل ما صار ويننج اكثر
كم تريب جاب؟ 7000 تريب. هاي سكيل ريك والله سكيل بويز. دنوتش يا دنوتش. الدنتش. ما كنت تصورف اني في حياتي ممكن اشجع دنوتش. الله لا الدنوتش الدنوتش حق اكره دونكي كونغ. يا رب يختفي في بالالتيميت. كاركتر معاه ريفليكت. اي دونت كير انا ابغى دونكي كونغ يختفي. او ويت. Oh no, this is a bad position. I feel bad for him. Yeah. Oh, that was scary. That was really scary. Oh no! That's my sword! Matt. Matt? Wallah, legit! Oh, god damn. قاعد يمسك الجايرو. أبغى أمسك الجايرو فهمت؟ تعال جايرو، تعال جايرو، تعال جايرو. هو مجيد يطلع من البطولة. عندنا واحد اماراتي ذات ازنت سناك. واصل اكثر من سناك. نادي موسى مع مخبراته خالد. احنا نحب التانس. Can I take a break from commentary شوي؟ Thank you. Thank you very much.